أطلقت شركة نهج العراق الوكيل الحصري لشركة جريت وول موتورز وهافال في العراق سيارة هافال اتش 6 الجيل الثالث بعد نجاح الجيل الأول والجيل الثاني لنفس الفئة وتحقيق مبيعات عالية جدا في جميع أنحاء العراق والعالم. أول شيء نشكركم على حضوركم واتاحة الفرصة للتحدث عن سيارتنا وتغطيتكم لهذا الحدث. دائما هاي إطلاقات السيارات والموديلات الجديدة نعتبرها من الأحداث المهمة جدا في وكالات السيارات، لأن السيارة تمس حياة المواطن بشكل أساسي، لأن هو قرار مهم جدا يتخذه الإنسان. القرارات المهمة يتخذها هو في المسكن والزواج واختيار السيارة، هاي كل الناس والعراقيين متفقين عليها. أطلقنا إحنا الجيل الأول في سنة 2016 وحققنا نجاح منقطع النظير فيه، وبعدين أطلقنا الجيل الثاني في سنة 2018، صار 4 سنوات وسياراتنا الآن منتشرة في كل العراق بسبب التقنيات الهائلة الموجودة بالسيارة ومواصفات الرفاهية اللي احنا نمتيز بها غير عن الشركات الأخرى. سيارتنا سعر مناسب، تكنولوجيا عالية، ديزاين مودرن ديزاين جدا من أحدث الديزاينات، ومثل ما تشوفون حضراتكم اللي نال إعجاب كل الناس. هافال اتش 6 الجيل الثالث امتازت بعدة مواصفات تكنولوجية عالية جدا، إضافة لفروقات عديدة امتازت بها عن الجيل السابق مثل نظام الاصطفاف الذاتي بالكامل وأنظمة الأمان لحماية الركاب داخل السيارة والمشاة خارج السيارة، إضافة للتغييرات العصرية في الشكل الخارجي ليتلائم مع التقدم التكنولوجي الحاصل في العالم. الإصدار الجديد يمتلك شاحن توربيني بتقنية جديدة، التقنية الجديدة جت من نظرية الزورق الشراعي. أنت من زورق شراعي من تريدين زايدين السرعة، شو تسوين؟ ترفعين شراع على مود تزيد سرعتك. أكو بهذا النظام سووا دبل بشارة، زيدوا المساحة السطحية اللي يصطدم بها الريح على مود يزداد سرعته على مود يقللون من المساحة الضيقة أو الميتة بالشحن التوربيني. هاي الصفة اللي جتي بهذا الإصدار الجديد. بالنسبة لهافال اتش 6 الجيل الثالث جتي بتطويرات كلش كبيرة، التكنولوجيا العالية، تغيير الشكل الخارجي الداخلي. أول ما يلفت نظرنا من راح نصعد بيها راح نشوف الجيتشات، صار الشاشة، والشاشة الوسطية حجم أكبر، إضافة إلها بيها نظام الأوتو بارك اللي هو أوتو بارك كامل، فول أوتو بارك، اللي هي سيارة تصطف ذاتياً بدون تدخل السائق. إضافة إلها موجودة بيها النقاط العمياء، موجودة بيها المحافظة على خط السير، وبيها اللي هو الفرملة بالنسبة للمشاة أو الدراجات حتى تحمي مستخدمين الطريق. يعني شركة هافال ركزت على سلامة مو بس الركاب مالته وإنما على سلامة مستخدمين الطريق. شركة نهج العراق تتميز بانتشار فروعها بجميع محافظات العراق، إضافة لتوفير خدمات ما بعد البيع من مراكز صيانة وقطع غيار وصيانة موقعية تغطي جميع أنحاء العراق. أنا من مقتنين سيارات من موديل 2016 الاتش 9 والاتش 6 ال 2019 هم اقتنيتها إلى ابني. كل السيارات اللي اجت جلبتها شركة نهج العراق بمواصفات عالية ومتانة وكل التقنيات متوفرة بالبراند الهافال الموجود بالعراق.